القلوب آنية، وهذه الآنية التي هي القلوب أنواع بحسب ما فيها، بحسب ما فيها. وهذا الذي في القلوب لا يشاهد، لا يرى، لكن اللسان إنما يغترف من القلب، اللسان إنما يغترف من القلب، لأن مر معنا الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، بما في ذلك اللسان، لأن القلب يؤثر على اللسان. فكل ما ينطق المرء بلسانه هو شيء ماذا؟ يغترف من القلب، شيء يغترف من القلب. فالقلوب كالقدور في الصدور، والألسنة بمثابة المغراف الذي يخرج ما في هذا القدر. فالألسن مغارف القلوب، الألسن مغارف القلوب. إذن من خلال اللسان يتبين، مثل ما قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، يعني تعرف ماذا تنطوي عليه قلوبهم من ألسنتهم. فيحيى بن معاذ يقول: القلوب كالقدور في الصدور، تغلي بما فيها، تغلي بما فيها، بما فيها أي إما خير أو شر. ومغارفها ألسنتها، المغارف التي يغترف بها ما في هذه القلوب هي الألسن. فانتظر الرجل حتى يتكلم، فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه، يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه. إذن القلوب أوعية آنية، قدور مثل القدور، واللسان هو المغراف الذي يغترف من هذا القلب ويخرج. وهذا يستفاد منه أن كل من القلب واللسان يشكلان خطرا عظيما على الجوارح كلها، القلب واللسان. وتقدم معنا قول بعض أهل العلم: إنما المرء بأصغريه، يعني قلبه ولسانه. فالقلب هو الأصل كما تقدم، واللسان مغراف لما في هذا القلب، والجوارح تبع لهما، الجوارح تبع لهما، تبع للسان وتبع للقلب. نعم.